كنشكروا الفريق اللي استقبلنا استقبال حسن ومباراة فاتت في ظروف جيدة، لعبنا مقابلة جميلة ونتمنى إن شاء الله نعاودوها مرة أخرى إن شاء الله. الدراري استقبلونا استقبال جيد، الملعب جيد، يعني الظروف جميعها كانت موالمة باش المقابلة فاتت واحد الجو ملائم، وشكرا، نتمنى إن شاء الله نعاودوها مرة أخرى في مدينتنا وفي مدينة ديال الفريق اللي استقبلنا. بسم الله الرحمن الرحيم، درنا مقابلة حبية مع الفريق ديال توريرت أمجاد باسم الفريق ديال أمجاد ديال حاسي بركان، والحمد لله مقابله جرات واحد الجو حبي واخوي بروح رياضيه، واللاعب زعما اللعابه كانوا في المستوى لا من ناحيه ديال الفريق ديال حاسي بركان ولا الفريق ديال توريرت الفريق الزائر. وكنا من قبل لعبنا معهم واحد المقابله في 19/6 في توريرت الملعب الشرفي بتوريرت، والمقابله كانت كذلك بكل روح رياضيه، وكان واحد التفاهم بين اللعابه، وكانت وهذه الكرة وغلبونا بواحد النتيجة اللي في واحد المستوى عالي 5-0، ولكن حنايا كانت عندنا أول تجربة في الملعب الشرفي، أول مرة كنلعبوا فيه، نظرا للجماعة ديال حاسي بركان كيخصها ملعب، حنا ما عندنا ملعب في حاسي بركان، ما عندنا حتى حاجة، وما عندناش اهتمام، المسؤولين ما كيهتموش بالكرة ولا بالرياضة، كان وباسم الآخر الشباب ديال جماعة ديال حاسي بركان، المسؤولين يلتفتوا واحد الالتفاتة لهذه الكرة هذه، راه الحمد لله راه كتجلب الشباب باش يمشي يدير شي مسائل اخرى، يجي يلعب الكره ويترفه، وكاين ترفيه، ونتمناو بكل نجاح واحد الفريق يكون ناشئ لهذه الجماعه هذه اللي مثل الجماعه ديال حاسي بركان، وشكرا.